ازيك يا جماعة، عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هنعمل جولة في فولبورت. هو محل الماني، هنشوف بيعرضوا ايه والاسعار. في مثلا دي تقريبا الحامل اللي بيتحط عليه الاطباق على الرخامة، ده ب3 يورو، وده برضو ب3 يورو. في الاشكال دي، المج مثلا من دول ب1.29 يورو، الوردة ديت ب4 يورو. نلاقي برضو في دي ورد صناعي مش طبيعي، هنلاقي برضو هنا دي الوردات الصغيرة ديت ممكن تحط على الرخامة ولا حاجة ب1.29 يورو. طبعا في الحاجات اللي استلز بقى، المصفات بتاعت المكرونة والحاجات دي، المصفة دي مثلا ب3 يورو. كده دي ايش، ب6 يورو، دي حاجة غويطة كده. طبعا بقى السلكات بتاعت السنان، شفتوا دي اللي هي المشابك اللي بنقفل بيها الاكياس، مثلا لو عندنا رز او مكرونه او اي حاجه واخدنا من الكيس وعايزين نقفله، فبنقفله بالمشابك دي، وسعرها يورو 29 سنت. دي برضو اللي هي الشناكل كده اللي بنركبها في العلاقات عشان نعلق عليها حاجات في الرف في المطبخ، بيورو 49 سنت. دي مبشره صغيره. طبعا هنا هنلاقي القشرة البطاطس والجزر والبطاطس، الحاجات دي بيورو، دي شكلها في منها اسود. طبعا في سكاكين برضو، يعني 3 سكاكين مع بعض دول ب3 يورو. في سكاكين صغيرة زي كده، السكاكين الكبيرة يعني السكينة الكبيرة خالص ديت ب4 يورو، ودي سكينة زي الجاتو المشرشرة بتاعت الجاتوهات والتورتات ديت ب4 يورو. هنلاقي هنا برضو اللي هو المصفات اللي بنصفي بيها دي، سعرها يورو 29 سنت، والحاجات دي طبعا دي سعرها 3 يورو. دي بقى اللي بنقطع بيها المعجنات والقراقيش والحاجات دي، سعرها 3 يورو برضو. بص للعلاقات والحاجات دي، وديت بتاعت البهارات دي برضو بيورو، دي نازل على عرض بيورو. تيجي نشوف دي بقى حاجات اللي هي الرخيصة شوية، يعني من هنا السكينة مثلا صغيرة ب59 سنت. وفي طبعا المبشرة الصغنونة دي 79 سنت. دي القطع البلانشات بتاعت التقطيع، دي اللي بنحط عليها الحاجات السخنة اللي على الرخامة، سعرها يورو. طبعا دي المعالق الفرد، شوف المعلقة الطويلة قوي دي، مش عارفة الصراحة استخدامها ايه، بس المعلقة الواحدة ب59 سنت. وفي شوك برضو ومعالق، دي حاجات فرد يعني اللي هيشتري فرد. دي اللي عايز يعمل يكون طقم مثلا، اللي مثلا المج اللي فوق ده سعره يورو، ودي السلطانية ديت سعرها برضو يورو يعني، وخامتها حلوة جدا يعني، حلوة والله جميلة جدا. دي برضو بيورو يعني، يعتبر انا شايفة انها رخيصة. والسلطانيات الاكبر في الحجم دي ب3 يورو. وفي الطبق اللي هو الغويط شويه اللي احنا بنغرف فيه الطبيخ مثلا، ده بيورو برضو. في بقى الاطباق اللي هي الكبيره بتاعت الاكل اللي بنحط فيها الرز والمكرونات والحاجات دي، برضو بيورو، حلو جدا يعني، يعتبر رخيص خالص يعني. في طبق اللي هو البيضاوي سعره 4 يورو.
ده بقى زي الصيني، شفتوا الاشكال التحفه دي اللي ممكن نقدمها. وده سعره 3 يورو. طبعا في منه مقاسات واحجام كتيره.